بغججي غازي بغججي اسف على نطق الكلمه ملعوبه يا حيطه معموله من فريق نادي الخليج وكره ملعوبه في المرمى معلن الهدف الثاني لفريق نادي الخليج لفريق نادي الخليج. من سجل هذا الهدف؟ عبد الرحمن ابراهيم الحوت الحوت سجل الهدف. شوفوها 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 ذكرتنا بهدف الامارات في منتخب العراق على مدينة زايد عندما سجل هذا البطل كرة جميلة. اذا شوفوها مرسومة ملعوبة في المرمى جول شعباوي.